I'm shocked that these two are even willing to show their face in public. Why is that? من أعقد القصص وأكثرها غموضاً هي العلاقة التي تجمع بين كيفن أوينز وسامي زين. فالاثنين انطلقت مسيرتهم في نفس الوقت، والاثنين كانا من أميز الفرق التي ظهرت في أهم عصور عالم الاتحادات المستقلة. وكذلك المنافسة التي جمعت الاثنين تعتبر إحدى أهم وأروع المنافسات الفردية التي شهدتها حلبات اتحاد حلبة الشرف رينج أوف أونر ROH. قصة عداوة هذا الشهر عن عداوة سامي زين وكيفن أوينز. معكم مقدمكم جود جي دي 13 من هروج مصارعة، وبسم الله نبدأ. في منتصف عام 2006 اتحد كيفن أوينز مع رفيق دربه سامي زين ليحققان لقب الفرق في الـ PWG Pro Wrestling Guerrilla، ليقدما الاثنين مسيرة أسطورية كفريق ثنائي. أجبر اتحاد حلبة الشرف بأن يصر على التوقيع معهما لينضما إلى الـ ROH في عام 2007. وخلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009 استطاعا خلالها أن يحققا لقب الفرق لاتحاد ROH. لكن في عرض فاينل باتل في ديسمبر 2009 انقلب كيفن أوينز على سامي زين، لتقام عداوة بين الاثنين طوال عام 2010، والتي اعتبرها الكثيرين من النقاد والمحللين أنها أفضل عداوة أقيمت في عالم المصارعة لعام 2010. وانتهت العداوة التي استغرقت عام كامل في مباراة أخيرة بين كيفن أوينز وسامي زين بعرض فاينل باتل في ديسمبر 2010. وكان قانون المباراة هو رحيل أوينز عن ROH مقابل نزع قناع سامي زين الملقب بإل جينيريكو، وفاز بمباراة سامي زين، لتتوقف العداوة بينهما ولم تعود إلا عبر حلبات WWE. وفي عرض NXT TakeOver Revolution ظهر كيفن أوينز لأول مرة على حلبات NXT، وفي نهاية العرض وبعد أن توج رفيق دربه سامي زين بلقب NXT، انقلب عليه كيفن أوينز ليعيد إشعال عداوته مع سامي زين، حيث استطاع كيفن أوينز أن ينتزع لقب NXT من سامي زين في مهرجان TakeOver Rivals، لتتوقف العداوة بينهما ولم تستكمل إلا في الروستر الرسمي، حين شارك كيفن أوينز في مباراة الرويال رامبل 2016 حيث خرج منها على يد سامي زين، لتقام بين الاثنين عداوة امتدت لأشهر حتى أتى عرض باتل جراوند حين انتصر سامي زين، لتستمر العداوة في عرض رو حيث فاز بكل مواجهة تقام بينهما كيفن أوينز، ولم يكسر هذا الفوز إلا في عرض رو 27 مارس 2017 بفوز سامي زين مباراة بدون قوانين. ومع نهاية 2017 اتحدا الاثنين مؤقتا عندما دخلا في منافسات لقب WWE، ومن ثم تحالفا ضد مسؤولين عرض سماك داون لايف شين مكمان ودانيو براين. لكن سرعان ما عادت عداوتهم، والتي انتهت بشكل رسمي في عرض رو 9 ابريل 2018 عندما اقيمت مباراة على عقد انضمام احدهما للعرض، وانتهت المباراة بدون فائز. وكذا نوصل في ختام حلقتنا من قصة عداوة، وكانت عن عداوة سامي زين وكيفن أوينز. كان مقدمكم جود جي دي 13 من هروج مصارعة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.